دبلوماسية الباب الخلفية، استراتيجية جديدة تتبعها أنقرة لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد. فبعد عدة محاولات لترتيب اللقاء المرتقب، التجأت أنقرة لتلك الخطوة، علها تكون الفيصل في حسم سنوات من القطيعة في صلح تسعى من خلاله أنقرة إلى مكتسبات سياسية وإقليمية، ويشترط فيه الأسد شروطاً لن تتحقق على المدى القريب. وفقاً لمصادر تركية، فأن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة موسكو دمشق، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، وسط تلميحات إلى ضرورة عقد اللقاء قريباً في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. قبيل ذلك، كان وزير الدفاع التركي شارغولار قد أوضح أن بلاده ستحاور من يصل إلى السلطة في سوريا بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة وكتابة دستور جديد للبلاد. فهل تسفر هذه المستجدات عن تعجيل لقاء أردوغان بالأسد؟